حلقتنا اليوم بختام مهرجان سينما الشباب والأفلام العربية القصيرة الاحترافية، وحضرتك كنت رئيس لجنة الأفلام القصيرة العربية الاحترافية، تحكي لنا كيف كان التقييم وكيف كان المستوى بشكل عام؟ الحقيقة المستوى يعني كان في تباين في المستويات بين الأفلام، في أفلام جيدة وفي أفلام أقل من المستوى أو متوسطة. كان في صعوبة إن احنا نطلع بجوائز رغم إننا أضفنا 2 تنويه وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، لأنه من الطبيعي إنه أحيانا بيبقى في فيلمين متقاربين في المستوى، مش معنى كده إنهم عاليين قوي أو إنهم مستوى متوسط، لكن متقاربين إلى حد ما، فكان صعب إن احنا ندي الجائزة لحد فيهم والتاني ما ياخدهاش. عشان كده احنا يعني قررنا إن احنا نعمل جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالاضافه انه في افلام كمان قريبه من الافلام اللي خدت الجوائز، فكان لازم نعمل تنويه بحيث ان احنا ما نبخسهمش حقهم، لانه في النهايه انت بتختار، احنا شفنا 23 فيلم عشان تختاري 3 جوائز، ففي 20 فيلم هيتظلموا، فحاولنا نخلي الظلم اقل شويه، يعني عملنا تنويهين وعملنا جائزه، يعني 6 جوائز بدل 3، اعتقد انه كان معقول. يعني نسألك عن رأيك كمان بالسينما الشباب، حضرتك إذا تابعت لأفلام للشباب، برأيك بهدول الشباب اللي عم بيحاولوا يعملوا شيء للمستقبل؟ والله هذا يحسب للمؤسسة، لأنه الشباب ما كانش بيلاقي حد أو فرص زي الفرصة الحالية. أنا بقالي 5 سنين بتابع أفلام الشباب وسعيد بيها، وأعتقد السنة اللي قبل اللي فاتت خدت أفلام الشباب وعرضتها في مهرجان اسكندرية، لأنه فعلا المستوى كان هايل يعني.